فيك. قلت لك عندك حاجة استفزازني، قطعة استفزازني اي موجودة تقريبا، ما دامت عندك ارسلها لك اجيبها لك شيخنا. لا انا حافظها غيبا. انت حافظها غيبا؟ ما شاء الله تفضل قول لنا شيخنا. حاضر ما هي يا شيخ؟ يقول السفزاني رحمه الله تعالى انه جمع النحو كله في هذه الاسطر القليلة. ولعلها اربعة اسطر. ومجموعها 72 كلمة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، متيمنا بذكره ومتمنيا لنصره، وما النصر الا من عند الله. هذا تركيب غريب وترتيب عجيب في انواع المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والجملتان والتوابع الخمسه وغيرها من القواعد النحويه الجمليه. وهو ضرب انسان اسمه سلمان القوم كلهم بالسوط والسيف يوم الجمعه امام الامير علي ضربا شديدا تاديبا، وعمرا اخاه ممتلئا غضبا، الا رجلا كان ابوه قائلا ان الله تعالى واحد وما النبي كاذبا، ولا رجل افضل منه عليه الصلاه والسلام، فوجدت الاسلام حقا ونعمت الدار الجنه وقد كانت النفس تطير اليها، فعسى الله ان يدخلني فيها، فكم مره تلحن فدونك فيه النحو ومن يمعن فيه نظره لم ينكر عليه خبره. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين. تمت الرساله الشريفه. هذا كلامه. يا سلام. جزاك الله خير.